نتواصل مع الأستاذ بهجت العبيدي المتحدث باسم حملة مواطن بالخارج، وأنت تتحدث إلينا من النمسا. برحب بحضرتك، وكيف رصدت المشهد الانتخابي لديك في النمسا لانتخابات الرئاسة العام 2024؟ والله الحقيقة أنا فخور يعني بشكل كبير جدا بانتمائي للجالية المصرية بالنمسا، لأنها سطرت اليوم مشهدا، أو اليوم وأمس وأول أمس، مشهدا يعني رائعا في حب مصر. يعني خرجت الأسر وخرجت السيدات وخرج الرجال وخرج الشباب كلهم في يعني زمرا وفرادة من أجل أن يدلوا بأصواتهم ويشاركوا في العملية الانتخابية ويرسخوا للحياة الديمقراطية في مصر، وأيضا يرسلوا رسالة إلى أبناء الشعب في الداخل بضرورة أن يقومهم أيضا بواجبهم في إرساء الحياة الديمقراطية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات المقرر لها الأسبوع القادم. طب أستاذ بهجت، يعني المحرك الرئيسي ليهم هو بتعتبره إيه؟ المحرك الرئيسي في جملة واحدة هي عشق الوطن، وفي واستفاضة وحبا لقائد استطاع أن ينقل مصر نقلة نوعية في أكثر من مجال. طبعا أنا عارف إن مش مسموح لي أتكلم باسم شخص يعني قائد ما، ولكن بتكلم في المجمل يعني. فهي عشق لهذا القائد ومحاولة منهم مستميتة لاستمرار هذه الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، واستمرارا لحياة الأمن والأمان التي تنعمها مصر في الفترة الأخيرة، واستمرارا أيضا للدور المصري المتميز في المنطقة مرة وفي العالم كله مرة أخرى، من خلال سياسة حكيمة ومن خلال أداء يعني متميز يشهد به الجميع، جميع الدول سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. طيب يعني في متابعتك للمشهد الانتخابي لديك، ايه اكثر شيء رصدته؟ يعني بالنسبه لي انا يعني اكثر ما لفت انتباهي هو الطفل المصري الذي يلتحف بعلم مصر في هذا الجو القارس البروده، وياتي في يد والدته او يد والده ويحمل هذا العلم، وياتي الى السفاره المصريه بفيينا لكي يشاهد هذا الأب أو هذه الأم وهي تدلي بصوتها في هذا المشهد الانتخابي. مشهد آخر ممكن أن يلفت انتباهي بشدة، وهو هؤلاء كبار السن. إذا كنا أخذنا الأطفال من ناحية، فنعود مرة أخرى إلى كبار السن الذين حرصوا حرصا شديدا على أن يستمروا في استكمال عطائهم لمصر تصويت في هذه الانتخابات الرئاسية. مشهد ثالث وهو دورة سيدات المرأة المصرية الفاعل للغاية والمؤثرة في العملية الانتخابية بشكل كبير جدا، حيث أنها هي ميزان البيت، فإذا خرجت خرج معها الزوج وخرج معها الأطفال أيضا. كان لشباب مصر في الخارج والذين لم يولدوا في مصر ولدوا في الخارج وتلقوا تعليمهم في الخارج وتربوا في الخارج، كان هناك منهم أيضا حرص على المشاركة في هذه العمل الانتخابية، وهذا يعكس هذا الانتماء الذي غرسته الأسرة في هؤلاء الشباب الذين أصبحوا اليوم رجالا ولهم حق التصويت. كيف يعني ترى وتقرأ تواصل الدولة المستمر في مع المصريين في الخارج في يعني الفترة السابقة، والمبادرات المختلفة التي تقوم بها لمزيد من التواصل معهم؟ دعيني أعلن شكري الجم والجزيل جدا إلى الدولة المصرية، ليس في الفترة الأخيرة فحسب، إذا كان في الفترة الأخيرة هي في قمة عطائها، ولكنها منذ 10 سنوات وهي تحاول وتتواصل مع المصريين، تتعرف على مشاكلهم، المصريين في الخارج تتعرف على مشاكلهم، تسعى جاهدة لأن تزيل هذه العقوبات الصعوبات التي يمكن أن تواجههم. وفي النهاية وجدنا مبادرات كلها في صالح أبناء مصر في الخارج. هذا الذي يعكس اهتمام الدولة بالخارج من أعلى مستوياتها، وأن الملف أصبح على مكتب القائد في قائد البلاد الذي وعد باستمرار العمل عليه وإزالة كل ما يمكن أن يعكر صف مصر الخارج أو يسبب له أي مشكلة.
نعم أستاذ بهجت العبيدي المتحدث باسم حملة مواطن بالخارج، كنت تتحدث إلينا من النمسا، شكرا جزيلا لك.